مساء الخير، عاملين ايه؟ طبعا كل الولاد هتطلع مش كده؟ وعايزين تطلعوا اطلعوا، مفيش اي مشكله. انا كده كده عايزه البنات. اولا انا اسمي شروق اشرف، كليه رياض اطفال. مين نفسه يخش فنون جميله؟ مين نفسه يخش فنون جميله؟ بنات. تمام. انا كمان من طب ايه، استنى لحد ما الولاد تطلع ولا اكمل؟ يا إيه؟ شباب 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 يا شباب، استنوا يمكن تستفيد تعرف تربي عيالك. طيب انا هبتدي بقى لحد ما هما يطلعوا، مش مهم. تاني، مين عايز يخش كليه فنون جميله؟ طيب انا من 4 سنين كده كنت شبهكم بالظبط، كنت اورجنايزر واقفه فوق هناك، وكان نفسي اخش فنون جميله، وحملت امتحان القدرات وجبت لائق وكل حاجه. كان في حد واقف مكاني هنا اسمها اسماء الشواتفي، كانت واقفه بتعرض كليه رياض اطفال. طبعا اول ما تسمعوا كليه رياض اطفال هيجوا في دماغكم الكلام ده، اكيد انت هتغيري البامبرز والكفوله بقى والحاجات، وهتعيشي وترضعي بقى وكل الحاجات دي، مش كده؟ هو ده اللي جه في دماغكم اول ما شفتوا كليه رياض اطفال، صح؟ ردوا عليا، صح ولا لا؟ لا. مين يعرف كليه رياض اطفال اصلا؟ حد عنده اخت في كليه رياض اطفال؟ طيب دي حاجه حلوه جدا، مبشره. طيب اولا انا ولا بغير البامبرز ولا كفوله ولا اي حاجه من الحاجات دي، دي حاجه اسمها نيرسري. الولاد اللي قاعدين انا بجد بحترمكم جدا، حيهم جامد جدا يعني. انا بحييهم ليه بقى؟ عشان هم قاعدين عشان يعرفوا الكليه، عشان لما تقول لاي حد انت كليه ايه، تقول لك رياض اطفال، اه ده يعني هتغيري الكفوله والبامبرز وكده. لا خالص، على فكره انا ولا بغير كفوله ولا بامبرز ولا اي حاجه جيب الحاجات دي. هقول لكم بقى انا بعمل ايه. معايا انتوا؟ تمام، ابدا. كله مركز؟ طيب اول حاجه انا بعملها، انا مدرسه الرسم، انا مدرسه الرسم للطفل. هتعرفوا في اخر السلايد دي بالذات ان انا بعمل كل حاجه للطفل، من اول ما بيخش من غير البامبرز والكفوله، اول ما بيخش بيقعد انا بعلمه كل حاجه. مدرسه رسم او هاند ميد او هاند كرافت، يعني انتوا عارفين لو انتوا عندكم اخواتكم صغننين او قرايبكم، ان هم لما بيشوفوا اي حاجه فيها الوان او رسم بيقفوا كده يفهموا، ما بيصدقوا ويفتحوا عينيهم. فانا اول حاجه بعملها ان انا بتعلم الرسم في الكليه، بتعلم الرسم للاطفال من اول اي بي سي رسم لحد اخر حاجه تتخيلوه. كمان انا اللي بتعلم العرض المسرحي، على فكره دي انا. او يعني ايه بقى العرض المسرحي؟ انا عندي من كليه اداب بيجي لي دكتوره من قسم مسرح بتعلمني ازاي اعمل مكياج مسرحي كامل، لحد شرير، لحد كويس، لصعيدي، الفلاحي، كل حاجه. ليه بقى بعمل ده؟ عشان الطفل اصلا بيحب اللعب الايهامي واللعب والتمثيل والحاجات دي، فلما انا بقى واقفه هنا في النص وعامله لهم مسرح واعلمهم كل حاجه في المسرح من اول ما يدخلوا في الحفلات اللي بيعملوها، فطبيعي ان انا هكون محتاجه ان انا اكون عارفه كل حاجه، عارفه الاخراج، عارفه الضوء اللي المفروض يطلع ده، المفروض يطلع يصب على فين، كل حاجه في العرض المسرحي بكون عارفاها. كمان انا اللي بعمل الحفلات او الالعاب الحركيه، انا كمان مدرسه العاب على فكره. بتجيلي دكتوره من كليه التربيه الرياضيه او دكتور بيعلموني كل حاجه، الشقلبه وكل حاجه تخيلوها بنقعد نعملها كده في الكليه ونقعد نشتغلها. ليه بعمل كده؟ عشان انا الصبح بدري بصحى اوقف الولاد لاين ويلا نعمل تمرينات الصباح في الروضه، عشان الروضه بتاعتي بتكون متخصصه في رياض الاطفال. في حاجه اسمها روضه وفي حاجه اسمها حضانه، في فرق ما بينهم هتعرفوه من فاطمه. كمان انا اللي بعرف اعمل اي حفله تخيلوها، شايفين البالونات والحاجات دي؟ انا بتعلمها في الكليه وبتعلم ازاي اعملها، عشان الاطفال طبعا بيموتوا في الحفلات، فانا اللي بتعلم كل الحاجات دي. كمان انا اللي بتعلم العزف، بتجيلي مدرسه موسيقى سوري دكتوره من كليه تربيه نوعيه او موسيقى، وبتعلمني ازاي اعزف على الاورج. عارفين الاغاني لو انتوا فاكرينها اللي هي النور الاحمر مش عارفه اقف والنور الاخضر اعمل ايه، الحاجات دي المدرسه كانت بتبقى واقفه وتعزفها لكم على الاورج وتخليكم تقولوها. ايوه انا بتعلم الحاجات دي كمان في الكليه. كمان مسرح العرايس، مسرح العرايس ده مش حاجه سهله كده ان انا بسهوله ان انا اقف يلا نغني،
بعرف اعمل صوت الكلب وصوت القطه وكل الاصوات اللي انتوا تتخيلوها. بتقف الدكتوره كده ماده ادب تقف وتقول لنا يلا مين يعرف يعمل صوت الاسد ويلا نعمله. طب هو ده هبل؟ لا ده مش هبل خالص، لان الطفل مني بيتعلم كل حاجه تتخيلوها. انا ببقى بالنسبه له مامته المقدسه، الميس بتقول كلمه يبقى الطفل مش انت خالص يعني. فين الصوره؟ شايفين العروض المسرحية دي؟ من أول سنة في الكلية بتخشيها لحد آخر سنة بتشتغلي مادة اسمها مادة موسيقى. بجانب الأورج ده بتتعلمي إزاي تعملي عروض. لو فاكرين زمان أيام حفلات عيد الأم، كانت مدرسة التربية الرياضية أو مدرسة الحضانة اللي هي الروضة هي اللي بتقف تعلم الأطفال يعملوا عروض، لأن هي بتكون اشتغلت بكل الخامات اللي تتخيليها عشان تعلم إزاي تعمل عروض. آخر حاجة بقى الحفلات تاني، وانا كمان بتاعه المجانين. مين المجانين او المعاقين؟ طبعا التفكير ده غلط جدا، اسمهم ذوي الاحتياجات الخاصه. انا شادو تيتشر اللي بمسك الطفل ذوي الاحتياجات الخاصه، عنده توحد، عنده اي نوع من انواع الاعاقات، وباخده من اول ما يخش الروضه لحد ما يطلع، بمسكه كده وافضل اعلمه كل حاجه. لو انا مدرسه طفل عادي زيي فبسيب الاطفال كده كلهم في تيبل مع بعض ونشتغل. لو انا مدرسه ذوي احتياجات خاصه زي فاطمه فانا بكون ماسكه معاه من اول ما يخش الروضه لحد ما يطلع. دي برضو شادو تيتشر. الكلام ده كله فين؟ في كليه رياض اطفال. اسمها كليه ايه؟ اسمها كليه ايه؟ كليه رياض الاطفال دي اصلا ايه؟ انتوا قفلتوا عليا المايك؟ طيب كليه رياض الاطفال دي فين اصلا؟ في مصطفى كامل شارع ابو قير، مش في المجمع خالص. ايه الفرق بينها وبين كليه تربيه طفوله؟ انا بعلم الطفل من 3 سنين لحد 6 سنين، باخد كل النظريات اللي تاخدوها تتخيلوها بيازي وفرويد وكل الناس دي اللي اتعلموا للطفل. وكمان عرفت تعرف الكليه ان الطفل بيجي لك صفحه بيضاء، انت كده كمدرسه روضه بتمسكي يعني تكتبي كل حاجه تتخيليها انت عايزه تسجليها عنده للطفل بتاعك. فانا في الكليه هنا بتعلم دوت من 3 سنين ل 6 سنين، باخد الطفل في رياض الاطفال. لكن تربيه طفوله بياخدوا لحد 3 ابتدائي. كمان انا بيكون شغلي العملي اكتر لاني بشتغل حاجات. شايفين البرزنتيشن ده؟ ده اسمه ايه اصلا؟ اسمه وسيله. وسيله انا بستخدمها شروق لمؤتمر اختر كليتك عشان افيدكم تقدروا تتواصلوا، ما تبقوش بس باصين لي في الكلام، لا كمان تبقوا باصين للبرزنتيشن، فدوت يخليكم انتوا تركزوا اكتر. تمام؟ انتوا كبار اهم. الاطفال بيحتاجوا حاجه اسمها وسيله برضو زي المشروعات اللي في نون جميله. مشروع بعمله اي حاجه تتخيلوها بعلمها للطفل. في صور قدام هتعرفوا ان انا ممكن اعلم الطفل الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي من خلال الوسائل او المشروعات اللي انا بعملها. انا كده خلصت لحد الجزء ده. فاطمه هتكمل لكم اقسام الكليه. انا فاطمه طارق، قسم تدخل مبكر. دلوقتي عجبنا الكلام اللي شروق قالته، خلاص احنا عجبتنا الكليه والمفروض ان انا هدخل الكليه بقى. ايه الاقسام اللي انا هدرسها في الكليه؟ عندي قسمين، اعداد معلمه رياض اطفال. فاطمه معلش قربي المايك صوتك على شويه. تمام. اعداد معلمه رياض اطفال ده بتعامل مع الطفل الطفل العادي. في فرق ما بين حاجتين، عندي النيرسري والكيندر جاردن. النيرسري عندي مثلا لو ماما عندها شغله ما ينفعش ان هي تستغنى عنه، وان في بيبي ما ينفعش ان هي تسيبه لوحده، فبتوديه النيرسري. دول بيبقى ناس مش خارجين رياض اطفال خالص، دي بتبقى ناس اخده زي دبلومات وكورسات ان هي ازاي تتعامل مع الاطفال، بس بتوديها. دي بيبقى من 3 شهور لحد 3 سنين، ومن اول 3 سنين الطفل بيجي عندنا او يعني بيدخل الكيندر جاردن اللي هي بيبقى من 3 سنين لحد 6 سنين بس. وعندي تاني قسم برنامج اعداد اخصائي تدخل مبكر، ده بتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصه بس. انا خلاص جبت عجبتني الكليه وعندي المجموع التنسيق 321.5. تمام. جالي التنسيق وخلاص عايزه ادخل الكليه، هعمل ايه؟ عندي كام اختبار لازم ادخلهم. الاختبارات دي عندي اختبار فني بيجيبوا لي سكتش فاضي خالص، وانا المفروض ان انا هرسم رسمه وهلونها. الهدف منه ان عندي الدكاتره ده هيشوفوا الرسمه دي، هم خارجين رياض اطفال زينا، الهدف منه ان هم بيشوفوا عندك حس فني ولا لا بس. تاني حاجه عندي اختبار موسيقي بيشوفوا عندي حاسه السمع كويسه ولا لا، عندي المهارات الموسيقيه اللي انا هعرف اتعامل بيها مع الطفل ولا لا، لاني انا حامل اناشيد اعلم بيها الطفل، حازف له على الاورج كده. عندي اختبار نفسي هيشوفوا ان انا لو عندي مشكله نفسيه ممكن تاثر على الطفل ولا لا، وان انا هعرف اتعامل معاه ولا لا. عندي اختبار حركي بيتعمل لي ان انا بيشوفوا لو عندي اعاقه حركيه او كده تعوق ان انا بتعامل مع الطفل بس.
وخلاص الكليه عجبتني ودخلت. وانا ماشيه في الكليه بدرس مواد من 3 اقسام، عندي قسم علوم اساسيه بدرس في مواد زي الرسم والموسيقى والمتحف والمكتبات، عندي علوم تربويه ده خاص بتربيه الطفل والتعامل معاه، عندي علوم نفسيه هتزهقوا من بياجي ونظريات بياجي ان هو يعني بيهتم بكل حاجه عن الطفل نفسيته وكده، ولو الطفل متضايق انا هتعامل معاه ازاي. عندي نظام الدراسه في الكليه نظام اعداد معلمه رياض اطفال بيبقى 4 سنين، نظام عندهم سكاشن ومحاضرات، في سنتين بينزلوهم تربيه عملي 3 ورابعة، بيبقوا ترمين، المصاريف عندهم 275 في السنة. عندي النظام بتاعي هو برنامج إعداد أخصائي تدخل مبكر، مدة الدراسة عندنا بتبقى 4 سنين، بيبقى عندنا نظام الساعات المعتمدة اللي هو كريديت أور، إن إحنا بيبقى لينا المفروض 142 ساعة إن إحنا لازم تطلعي من السنة، يعني من سنة أولى لسنة تانية مخلصهم. عندنا فصول الدراسة في السنة 3 فصول مش ترمين، 3 ترمات، خريف والصيف والشتاء، بينزل لنا مواد من سنين أكبر مننا مثلا من ثالثة أو من تانية، هو بيخفف بس عليكي، الغرض منه هو بيخفف عليكي سنين الدراسة، لكن أنتي اوريدي هتقعدي 4 سنين في كلية. عندي المصاريف 1890 في الترم زائد مصاريف الكلية نفسها 275، ده غير مصاريف الوسائل طبعا. بس المواد الدراسية هتكلمنا عنها شروق. طيب دلوقتي عرفنا من فاطمة كل حاجة تقريبا أول ما دخلت الكلية، وأنا ماشية في الكلية لو اعتبرنا دي الكلية ودي 3 أقسام، أنا طول ما أنا ماشية باخد من قسم علوم أساسية شوية مواد وعلوم نفسية شوية مواد وعلوم تربوية شوية مواد، فأنا عندي حاجة اسمها مواد نظري ومواد عملي. إيه النظري؟ المواد اللي في الكتب، أي دكتور هتقف في المحاضرة أو أي دكتور هيقف يديكي شوية كلام كده أو شوية حاجات في المحاضرة تكتبيها وراها تروحي تلاقيها في الامتحان، تمام؟ يعني ممكن تلاقيها عادي. العملي بقى ده اللي هو في استكيشن، استكيشن زي كده المدرسة زمان، يعني الحضور والغياب، انت ليكي 3 مرات غياب بس في السكشن، غير كده يعني بتعيدي السنه او بتقدمي التماس او حاجات شبه كده. العملي ده بيكون اللي هو بتعملي فيه ايه بقى اللي انا قلت عليه من شويه، الوسائل او المشروعات المشاريع، يعني حاجتين انت عمرك في حياتك ما هتفضل انت خالص بقى الميك اب والروجاجو وكل الحاجات دي خالص من شنطتك، اي واحده صاحبتك وانت ماشيه في الكليه معاكي مسدس شمع او معاكي مقص يبقى انت كده رياض اطفال. انا طول ما انا باجي المكتبه هنا او بعمل ورش عمل للاطفال هنا في المكتبه وانا داخله لازم الامن يزعقوا ويجيبوا حد من المكتب عشان انا معايا مسدس شمع او مقص، دوت عمره ما هيتشال من شنطتك، لسعه الشمع دي هتبقى بالنسبه لك عادي، يعني كل يوم متعوده عليها. ليه؟ لان انت بتيجي في سنه ثالثه كليه بتعملي اكتر من 7 وسائل في الاسبوع، في الاسبوع الواحد. طب الوسائل دي عامله ازاي؟ شايفين الراجل كده دوت الجهاز الدوري بتاعه، دي وسيله من ضمن الوسائل اللي احنا عاملينها في الكليه، تتعلمي ازاي تعمليها. شايفين الارقام والحاجات دي؟ طبعا انت مش بتعملي حاجه خشب خالص، كل الحاجات مواد بتستخدميها، مواد من البيئه هتعرفيها لما تدخلي الكليه. شايفين السكتشات دي؟ مفيش اي حاجه هتمشي بيها في الكليه لازم تكون متغلفه، انت السكتش اللي بتجيبيه من المكتبه ويكون شكله حلو عليه زرافات والحاجات دي لازم تغلفيه انت بنفسك. البلياتس والحاجات دي كل دي حاجات برده عباره عن وسائل. شايفين الخريطه؟ انت بتعلمي للطفل خرايط وبتعلميه اعلام كل بلد، انت بتعمليها بنفسك وبتقدميها للطفل. طيب انا عندي بقى اخر سنه في سنه رابعه حاجه اسمها مشروع التخرج. مشروع التخرج ده عباره عن ايه؟ ال4 سنين اللي انت عديتي بيهم كلهم، ترم اول لحد سنه رابعه الترم الاول عديتي بيهم، بتعملي مشروع التخرج، بيقولوا لك انت هتعملي كل الحاجات اللي انت اتعلمتيها دي في وسيله واحده بس، في حاجة واحدة بس هتعلمي بيها الطفل، هتاخديه كده كأنه سيناريو وحوار، هتعملي له مسرح وهتعملي له موسيقى وهتعملي له فني، هتعملي له كل حاجة تتخيلي. طيب الامتحانات بقى جوه الكلية عاملة ازاي؟ احنا قلنا ان انت عندك نظري وعملي، برضو الامتحان نظري وعملي وشفوي، تقفي قدام الدكتور بيسألك شوية حاجات كده من اللي انت اتعلمتيها في المحاضرة أو في السكشن، بتمتحني امتحان عادي اخر الترم، بتمتحني امتحان الوسائل او المشروعات اللي انت قدمتيها بتعرضيها على الدكتور وهو بيديك الدرجه بتاعتك. طيب ازاي انجح بقى اللي هي الفظيعه اللي انت عماله تتكلمي عليها دي؟ ب3 حاجات، لازم تحضري محاضرات، انا دفعتي 225 كلهم عارفين انا الوحيده اللي اسمي شروق اشرف في الدفعه، مفيش حد اسمه شروق اصلا في الدفعه تاني غيري، فانت متخيل انت هتخص كل الكليه عارفاك، كل الدكاتره عارفينك، مفيش بقى نظام ان انتوا 1000 وحاجة، حتى قسم فاطمة 55 طالبة
متخيلين العدد صغير قد ايه؟ يعني كل الدكاتره عارفينك. عندك غياب في المحاضره، في واحده كده بتبقى ليدر سيكشن، الليدر الدفعه، بتمسك الغياب وتقعد تنزل كل حاجه في السكيشن، تنزل كل حاجه في مش فاكره اسمه والله. السكيشن بقى لازم تحضري كل الايام، لازم تعملي كل الوسائل المطلوبه منك. طبعا العلاقات، يعني ايه العلاقات بقى في الكليه؟ يعني انت لازم في الكليه تكوني على علاقه بالدكاتره كويسه، مش عشان يدوكي درجات، عشان ده بيأهلك ان انت يكون عندك خبره اكتر. لو في اي حفله ايتام، في اي ورشه عمل عايزين يقدموها للطفل، اوريجامي، اي حاجه من الحاجات الفنيه، بياخدوك يقولوا عارفين انت طالبه مجتهده، ياخدوك. فده بيفيدك في ايه بقى؟ ان انت لما تيجي اصلا تذاكري او تيجي في السكيشن او الحاجات دي، انت اصلا بتكوني مريتي بالخبره دي. انا شخصيا وانا في تانية كليه كان عندي مشروع بتاعي، انا فاكرين نوران لما كانت بتتكلم عن السوشيال ميديا، انا عندي المشروع بتاعي فتحي من وانا في تانية كليه، عملت كارت لنفسي، كل الناس خلاص انا بقدم ورش عمل للاطفال وبنزل مراكز، كل ده من سنه كام؟ تانية كليه. بس كل ده بسبب الخبره اللي انت بتاخديها من وانت في الكليه. طبعا انا هنا في المكتبه من وانا في ثالثه اعدادي، باجي هنا الياس بي ولم، فطبعا كميه الخبره اللي بتكون عندك اصلا من انت شخصيه متعوده على الحاجات دي بتكون كويسه جدا وبتفيدك قوي. طيب اهم حاجه بقى لازم تعرفوها، انا لما اطلع من الكليه دي ممكن اشتغل ايه غير ان انت تبقي كده؟ يعني انا على فكره متخرجه سنه رابعه، جاي جدا مع مرتبه الشرف الحمد لله. انا مش زايده، دي لازم اول فكره لازم تمحوها من دماغكم. لو اي حد قال لكم ان انت زايده، انت مش زايده خالص. ممكن تشتغلي كل الحاجات اللي انت شايفاها دي، ممكن تكوني معلمه روضه في اي مدرسه، اخصائيه تنميه مهارات، مصممه كرتون، لان انت بتعملي فيديوهات شبه كده الباوربوينت شويه، وبتعملي اصوات الحيوانات، بتعملي كرتون باصواتك انت وزمايلك وبتعرضوه على الدكاتره، فانت بتبقي متعلمه اصلا ازاي تعملي كرتون. ايه كريم؟ تعملي مكتبات، تشتغلي في مكتبات الاطفال، تشتغلي في مكتبات الاطفال، تعملي عروض استعراضيه، لان انت الحاجات دي اصلا بتكوني عندك خبره فيها. انا مش بتاعت مجانين. ناس كتير قوي فاكره ان اطفال ذوي القدرات الخاصه او فئه ذوي الاحتياجات الخاصه عموما ان هما مجانين، بالعكس، يعني هما ناس بيبقى عندهم موهبة احنا يعني نقدر ان احنا ننميها. ممكن طفل ذوي الاحتياجات الخاصة ده يبقى عنده موهبة متميز فيها جدا عن الطفل العادي. فانا مهمتي كأخصائية تدخل مبكر ان انا اشتغل على الجزء ده وان انا انمي له الحتة دي. بس هخلص الكلية هشتغل ايه؟ عندي ممكن اشتغل أخصائية تدخل مبكر في المراكز، ومعلمة روضة، ممكن انا اشتغل في الطفل العادي والتخصص بتاعي الطفل الغير العادي، معلمة ظل اللي هو الشادو تيتشر زي ما شروق قالت، عندي أخصائية تنمية مهارات ان انا بشتغل على التركيز والانتباه والعضلات الدقيقة عند الطفل، عندي ممكن انا اشتغل كمان في مكتبات الطفل ومراكز رعاية الموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة. في حاجة أخيرة بس عايزة أقولها، إن إحنا في القسم عندنا بدرس في أول سنة أولى ورابعة في الكلية في مصطفى كامل، لكن تانية وتالتة بدرسهم في مركز التدخل المبكر الموجود في سموحة. آخر حاجة عايزة أقولها بقى قبل ما أختم، أنا معلمة الروضة اللي هي مش زايدة خالص. لو أنت دكتورة أو طبيبة، لو أنت دكتورة أو مهندسة أو محامي أو كل دول، كلكم أصلاً في الآخر كنتوا بتقولي وكلكم هتجيبوا عيال كلية، فأنا اللي هعمل كل حاجة تتخيلوها. مش هقول لكم خالص مفيش كليه قمة وقاع، بس انا شايفه نفسي شروق اشرف، انا قمة جدا في كليتي. شكرا.